بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها، آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة عندنا عيد قديس عظيم وكوكب كبير في سماء الكنيسة، هو القديس العظيم الأنبا موسى القوي. إحنا بنقول عليه الأنبا موسى الأسود عشان هو كان لون بشرته السوداء يعني، لكن احنا التعبير المعترف او المتعارف عليه في الكنيسه هو بيجوري اف اواب ابا موسى، يعني القوي القديس انبا موسى. واحنا بنفتكر قصه انبا موسى بنفتكر قصص جميله للتوبه وقصص حلوه فيها مشاعر عميقه وسنين طويله في جهاد كبير قوي في التوبه قدام ربنا. والتوبه زي ما الاباء قالوا بتحول الجناه الى بتوليين. نذكر ايضا غفران ربنا لينا. عشان كده تلاقوا في الانجيل النهارده ايه كده من كلمتين عايز اركز فيها مع حضراتكم. المسيح بيقول اغفروا يغفر لكم، اغفروا يغفر لكم. حقيقة نفس المعنى ده اتكرر في إنجيل القديس متى وإنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس لوقا. النهاردة الإنجيل من إنجيل القديس لوقا، المسيح يقول اغفروا يغفر لكم. القديس متى قال فإنه إن غفرتم للنار بلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. طب وإذا ما غفرناش يا رب؟ وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. قديس مرقس قالها برضه، فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. إحنا قدام نبدأ النهارده. أعتقد إن إحنا من شهر أو أكتر اتكلمنا عن شروط الخلاص، قلنا الخلاص بدم المسيح بس، لكن في شروط. قلنا الإيمان والأعمال وأربع أسرار من أسرار الكنيسة اللازمة للخلاص، معمودية والتوبة، والمعمودية والميلون والتوبة والاعتراف وكمان الإفخارستي. عايز أقول لكم النهارده شرط سابع رب. المسيح هو اللي قاله، اغفروا يغفر لكم. الله لا يغفر لإنسان لا يغفر هذا الإنسان لأخيه. الله لا يغفر لإنسان لا يغفر هذا الإنسان لأخيه. كل واحد النهارده بقى وإحنا قدام عيد كده أنبا موسى يقعد يفكر مع نفسه، مين اللي جوه قلبك مش قادر تغفر له؟ في حد كده أنت مش قادر تسامحه أبدا ومش ممكن تسامحه إزاي؟ أحط قدامك الآية بتاعت النهارده، اغفروا يغفر لكم. وإذا ما غفرتش، المسيح ألهمنا بمثال توضيحي جميل أوي. قال لنا كان في سيد، السيد دوت عنده عبيد كتير. في واحد كان مدين أوي، قال له تعالى إديني الفلوس بتاعتي اللي ليا عندك. كان ليه 10,000 وزنة. قال له مش معايا. قال له هعمل فيك وأسوي. لازم تجيب الفلوس. راح العبد ده تضرع قدام سيده وقال له سامحني مش قادر، اديني فرصه. قال له طب هديك فرصه. يخرج العبد دوت، الكتاب بيقول راح واخد عبد تاني من رفقائه كان ليه عنده 100 دينار. السيد شال له 10,000 وزنه، هو كان ليه 100 دينار. مسك العبد رفيقه قال له تديني ال 100 دينار. قال له مش معايا. قال له لازم اخد ال 100 دينار، بهدله لغايه ما وداه للسجن. سجنه بسبب انه مش عارف معهوش فلوس كتير. بقيه العبيد زعلوا، راح قالوا للسيد مش ده انت سايب له 10,000 وزنه؟ قال له اه. قال ده خد العبد رفيقه اللي ليه 100 دينار، 100 دينار، وراح سجن عشان مش معاه. الكتاب بيقول ايه في متى 18؟ اسمعوا كده. في متى 18 الكتاب يقول فدعاه حينئذ سيده وقال له ايها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لانك طلبت الي. ده انا سبت لك 10,000 وزنه يا رب.
أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ سيبلك 10,000 وزنة، ما تسيبش 100 دينار. طيب خد بقى. وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه ضلاله. حط قدامك المثال ده. ربنا بقاله كام سنة مطول باله عليك وعليا وعلى البشرية كلها. دم ربنا بقاله سنين طويلة مطول باله. نيجي احنا العبيد، كل واحد فينا يمسك على أخيه ويقول مش قادر أسامحه. مش قادر تسامحه إيه؟ شوف ربنا سايب لك قد إيه؟ ده لدرجة، بصوا بقى حلاوة إن الواحد يخرج للناس. الآباء وهما بيتأملوا في قصة داوود النبي. داوود عمل إيه؟ داوود ده صاحب أشهر قصة توبة في تاريخ البشرية. بدموع ومشاعر وسحاق وندم وحاجات جميلة أوي، لدرجة إنه كتب لنا مزمور كل واحد بيتوب يصلي المزمور بتاع داوود ده. بس بصوا داوود عمل إيه؟ قتل وزنى، أو خلينا نقول زنى الأول وبعد كده قتل. إيه عقوبة الاتنين دول؟ عقوبة الزنا في العهد القديم إيه؟ الرجم. داوود كان لازم يرجم. وعقوبة القتل إيه؟ يموت برضه. يعني داوود كان المفروض يموت كم مرة؟ مرتين. ده زنى وقتل. الآباء بيتأملوا في قصة داوود الحلوة دي، يقول ربنا سامحه. بس ليه؟ هو ربنا قال والرب نقل عنك خطيتك على حساب دم المسيح في العهد الجديد، يعني كأنه خد شيك كده يصرفه في الجمعة العظيمة. بس الآباء بيقولوا أصل ربنا شال داوود مرتين قبل كده. داوود كان في إيده يموت حد وما موتوش، فاكرين؟ عشان أول مرة عملت إيه يا أبونا داوود؟ قال لك شاول كان نايم كده فراح، كان خلاص داوود في نفس المكان وكان شاول تحت إيده. ها يلا موت يا داوود بقى فرصتك. قال لهم إيه اللي بتقولوا ده؟ كيف أمد يدي إلى سيدي مسيح الرب؟ يموت براحته هو بقى في حرب ربنا يتصرف معاه، لكن مش بإيدي، مش بإيدي. هتعمل إيه؟ نقطع السيب في الفونساوس مانتل، يعني ناخد طرف كده الروب بتاع ساول ويقطعه، بعد كده يمشي بعيد وينده يا سيدي الملك مالك يا داوود؟ شايف كنت تحت ايدي بس انا ما قدرتش اعمل لك حاجه، انت بتجري ورا مين؟ بتجري ورا مين؟ الكتاب بيقول ايه؟ بصوا قلبه نفسه انه قطع حته من المنطق بتاع ساول. يا نهار ابيض، اتضايق، قال ازاي انا كنت اعمل كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش انا كنت اقطع حته من طرف جوب ساول دي، ما ينفعش. وبعدين مره ثانيه ساول بقى زعل وندم بس فضل برضه ورا. مره ثانيه وقع تحت ايده واحد من اللي مع داوود، قال له بقى خلاص فرصتك، انت سبته المره اللي فاتت، المره دي ما تسيبوش. قال له لا، ناخد الشفير بتاعه وناخد البصر كروك، ناخد الرمح وناخد القاروره بتاعته دي. ويروح برضه يبعد يقول له يا سيد الملك انت بتجري ورا مين؟ كنت في ايدي برضه بس ما اقدرش اعمل لك حاجه. مرتين مرتين داوود يعفو عن شاور، ربنا شالها له. ولما كان المفروض يموت مرتين ربنا قال لا انت كنت حلو يا داوود خلاص شايلها لك. إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلاتكم. بس برضه النهارده في الكاثوليكون قديس يعقوب بيقول إيه؟ بيقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. في ناس فاهمة الحتة دي غلط. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، يعني واعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض. في ناس فاهمه ان ديت تلغي، نتكلم في نقطه ثانيه، تلغي سر الاعتراف. لا، ما تلغيش سر الاعتراف. يعني قدامنا ايه صريحه واضح فيها كتير، بس اقول لكم واحده منهم. ان ربنا يسوع المسيح لما قال هذا نفخ وقال لهم
إقبال الروح القدس، من رفضتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسك. في ناس بيقولوا الآية دي لكل المسيحيين، من رفضتم لهم خطاياه غفرت له، من أمسكتموها أمسكت لهم. لا، المبدأ بتاعنا كمسيحيين اغفروا يغفر لكم أبوكم السماوي. يعني ما ينفعش أنا كمسيحي أجي أقول لك مش مسامحك، مش عندنا دي، لازم أبقى مسامحك. وإلا لو قلت لك مش مسامحك على حسب الآية وفهم الخطأ، يبقى ربنا في السماء برضه مش مسامحك. دي تبقى إيه دي؟ كأن المسيح يقول لنا اغفروا اللي أنتوا عايزينه وما تغفروش اللي أنتوا عايزينه. لا، مش كده. إحنا كلنا المبدأ لازم نغفر لبعض، مهما عملت فيك ومهما أذيتك ومهما بهدلتك ومهما أنا مصر، ربنا هو اللي هيتصرف، لكن أنت الواجب عليك تغفر لي عشان ربنا يغفر لك. لكن دي غير من غفرتم لهم خطاياه، من غفرتم له خطايا تغفر له. دي بس دي الكهنوت، ده السلطان بتاع الحل والربط. ما ينفعش زي ما البعض يقول ناخدها لكل الناس، والا مش هتبقى عيش، هتبقى غابه. يعني انا مسامحك يبقى ربنا مسامحك، انا مش مسامحك يبقى ربنا مش مسامحك. تخيلوا بقى هنبقى نعيش ازاي؟ راجل ومراته في البيت يقول انا مش مسامحك، يبقى ربنا مش مسامحها، وهي تقول له انا برضه مش مسامحك. المسيح قال من امسكتم خطاياه امسكت، يبقى المسيح برضه مش مسامحك. دي تبقى عيشه؟ ما ينفعش دي تتاخد غير للكهنوت وبس، ده سر الكهنوت. المسيح كان يؤسس سر الكهنوت. من عمل الأرض الكاهن وحده وكيل سرائر الله ديت، ونفخ في وجوهه وقال لهم اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، من امسكتموه عليه امسكت. ده ابونا بس. يعني ابونا دي تجي له يلاقيك تايب ومشاعرك جميله ونادم ومتضايق ومنصحك، يقول لك بعد ما تعترف يقرا لك التحليل يقول لك الله يحل. لكن تيجي تقول لابونا انا زعلان من فلان ومش هسامحه، يقول لك ما تتناولش. المبدا بتاعنا يا ابني عشان انت ربنا يغفر لك لازم تغفر لاخوك. ما ينفعش تيجي تقول لي انا مش مسامحه ومش ممكن اسامحه واقرا لك التحليل. ازاي ده ما ينفعش. يبقى هنا بقى ابونا يقول لك كمان امسكتموه عليه، يقول لك ما تتناولش، لازم تسامحه الاول، لازم قلبك يبقى نقي وصافي وطاهر من جهه. ناس تفهمها برضو تقول اعترفوا بعضكم لبعض، يعني ممكن اعترف، يعني كل واحد يقول للثاني يروح يعترف للثاني، او يقف قدام الكنيسه يعترف قدام الكنيسه، او يعني كده كده يقف قدام ربنا ويعترف قدام ربنا. لكن الكاهن لا، دي الناس اللي بترفض الكهنوت. لا، إذا كنت بعترف لأخويا وبعترف قدام الكنيسة وبعترف قدام ربنا، أجي قدام أبونا وأقول لأ. وناس تاني تقول ده في عصر الرسل بس، نقول لهم يبقى ما أشقانا. إذا كان الغفران فقط في عصر الآباء الرسل وانتهى بنياحة القديس يوحنا الحبيب، يبقى إزاي تغفر خطيئتنا دلوقتي؟ ما ينفعش. في خليف خلفاء الآباء الرسل، الآباء البطارقة والآباء الأساطف، وبعد كده للاباء الكهنه كمان لما يرسم ويضع عليه اليد. هقول لكم اخر حاجه واختم بيها عشان ده حاجه غلط خالص. في ناس تقول لك انا اصلا مش ممكن اعترف. ليه يا حبيبي؟ يقول لك انا هعترف عند واحد بيغلط زي ما انا بغلط، مش ابونا ده بشر؟ اقول له اه. طب ما هو ابونا مش بيغلط؟ بيغلط. طب ازاي انا هعترف عند واحد بيغلط؟ لا، ما ينفعش. عامل زي ايه؟ الاوس ريدا ديت، واحد عيان يقول لك عايز اروح للدكتور ما بيعياش، يقول ما عندناش. ممكن يكون دكتور قلب كبير جدا وعنده الضغط مثلا. يعني هل ده يمنع من يبقى دكتور قلب كبير جدا؟ ما ينفعش تقول انا عايز اروح للدكتور ما بيعياش عشان يديني دواء ويخففني. يقول لك لا، كل الدكاتره بشر، بس برضه هتروح له وهيديلك العلاج وهتخف. ما ينفعش تقول اصل انا مش هروح لابونا عشان ابونا بيغلط وابونا كلنا بشر. لا، احنا وابونا نفسه بيروح والاب الاسقف بيعترف وهكذا. كلنا محتاجين ناخد الحلم يتحط على راسنا الصليب، وابونا يقول لي الله يحلك، انت محتاج الحلم. لكن تسمعها منين دي وانت قاعد في بيتكم وضميرك ازاي يستريح
وان انت خطاياك قد غفرت. الله قادر ان يعطينا نعمه ويعطينا بركه ويعطينا غفران خطايانا الكثيره. لالهنا كل مجد وكرامه الان والابد.